يلا صباح الخير طلاب صف خامس. محاضرتنا اليوم يعني احتمال هي هاي آخر محاضرة كملنا منهجكم. آخر محاضرة هي الكليفت ليب مانجمنت اوف كليفت ليب اند بلت. يعني احتمال أعطيكم محاضرة مال باد هابتس، بس يعني حسب أشوف جدول. يعني أول شيء شو وقت الامتحان مالتكم، شو وقت تبلش الامتحانات مالتكم الفاينل. يعني احتمال هي هاي اخر محاضره حسب جدولكم. فمحاضرتنا اليوم طبعا بالمناسبه يعني اكو محاضره يعني هي ما موجوده بالسيلبس، بس هي اللي هي الاورثوجرافيك سيرجري. فانا ارتيت انه اصلا ما اعطيكم اياها، لان هي اصلا يعني هي محاضره سيرجري باحتمال لها علاقه بالاورثودونتيك. زين، فيعني اصلا رفعت لان هي كلها عباره عن سيرجري، كلها عباره عن بروسيجرات سيرجيكال بروسيجر نسويها، فهي اصلا مو شغلنا. وانا اشوف انه طالب صف خامس صح انه يعني المفروض يعرفها، بس هي مو ضروريه. فقدر الامكان حاولت ابتعد عن المحاضرات قدر الامكان، اقلصها بس المحاضرات اللي تفيدكم اعطيكم اياها، حتى اول شيء يصل عليكم محاضرات هوايه اولا، وثانيا انه يعني هم تز انفير انه اتطالب يعني محاضره هو اصلا مو من ضمن الاختصاصيه وياخذها. فعلى العموم يعني محاضره الاورثوجنافيك سيرجري اشوفها هي اصلا يعني محاضره سيرجري بحته، فما راح اعطيكم اياها. راح اعطيكم الكهذا تقريبا هاي اخر محاضره اللي كليفت ليب ان بلت. احتمال اعطيكم الباد اورال هابتس، احتمال لا، لان هي اصلا الباد اورال هابتس حتى التريتمنت مالتها احنا اصلا متطرقين لبقيه المحاضرات. فان شاء الله هاي هي شوف حسب جدولكم ان شاء الله هي تعتبر اخر محاضره اعطيكم اياها. فمحاضرتنا اليوم اللي هي الكليفت ليب ان بلت. طبعا نجي للديفينيشن مال ذير ار ماني ديفينيشنز فور كليفت ليب ان بلت. ناخذ السمبل منها، الكليفت بلت كان بي ديفايند از a furrow in the palatal vault. It may be defined as a breach in continuity of palate. طبعا و severity of cleft lip and palate it depends. اكو عندنا variation هواية مثل ما تشوفون الصورة اللي على اليسار اللي هي حرف A يا اما symbol it includes the lips only، او B اللي هي it includes both lip and palate. زين، طبعا و severity ما تعتمد يا اما unilateral يا اما bilateral. بدل ما نشوف الصوره هذه، اول شيء هذا كليفت ليب اونلي، هنا عندنا كليفت ليب اند بلت، او يصير جدا سمبل مثل ما تشوفون هذه الصوره اللي هي بالاخير عندي هاي كليفت صاير بالسوفت بلت اونلي. فالسيفيلتي ديبينز اون ذا تايبس اوف اور كلاسيفيكيشن اوف كليفت ليب اند بلت. طبعا الانسيدنس مالته it range from 1 to 1.5 لكل 1000 بيرسون، يعني اللي هي 1 الى 1.5 بالالف. طبعا اليونيلاترال كليفتس اكونت فور نيلي 80% اوف اول كليفت. 80% من الكيسات الكليفت شنو هي يونيلاترال، وش قد البايلاترال هي 20%. اليونيلاترال كليفتس انفولفد ان ذا ليت سايد ار مور كومن. يعني نشوف دائما الكليفت اللي تصير بالليفت سايد تصير مور ذان ذا رايت سايد. 70% من الكيسات تصير بالليفت سايد، و 30% من الكليفت تصير وين؟ بالرايت سايد. الميلز بيشنتس شو هاير انسيدنس اوف كليفت ليب، بينما الفيميلز شو هاير انسيدنس اوف كليفت بلت. إذا الميلز عندهم هاي انسيدنس للكليفت ليب، بينما الفيميلز عندهم هاي انسيدنس للكليفت بلت. هسه قبلها هسه راح نجي للفاكتورز افكتنج انسيدنس. اول شيء 6 كليفت ليب اند بلت از مور كومن ان ميلز مثل ما قلنا ذان فيميلز. قلنا احنا الميلز اللي الكليفت بلت از مور ان ميلز ذان فيميلز، بينما الكليفت بلت تصير بالفيميلز اكثر من الفيميل. بس ان جنرال اذا جمعوهم سوا يكون 70% اوف كليفت ليب اند بلت از فاوند ان ميلز، بينما البقيه بالفيميلز.
الفاكتور الثاني which affecting incidence of cleft lip and palate اللي هو رايز. هذا انا مخلي لكم جدول زين، هذا يعطينا الريشيو مال الانسيدنس اوف كليفت ليب اند بلت بالديفرنت ريز. هنا عندنا الجابانيز بوبوليشن شو ا هاير انسيدنس ذان كوكازيان اند نيجروز مثل ما تشوفون بالصوره. نجي هسه للفاكتور الثالث اللي هو البيرث ويت. البيرث ويت شنو نقصد به؟ نقصد به انه يعني الطفل من يولد ايش قد وزنه. زين طبعا ما لقوا اكو significant correlation between the birth weight وبين the cleft lip and palate. زين بس بعض يعني تعرفون هي بعض الاثرز يقولون انه اكو فد علاقه، يعني شافوا انه اكثر الـ يعني البيبيز اللي يولدون بوزن اقل يعني اغلب الاحيان انه لقوا انه شنو عندهم كليفت ليب اند بلت. البارنتال ايج نقصد به انه عمر الابوين يعني سواء الام او الاب. زين طبعا شافوا انه اكو كل ما يزداد عمر الام اكثر كل ما شنو زين اكو عندي احتماليه انه اكو عندي كليفت ليب and palate. So incidence of cleft lip and palate increase with increasing mother age. The social status طبعا ماكو يعني اكو كلش هواي variation موجود بالهذا بالسوشيال ستيتس، انه يعني لقوا انه ماكو فرق ما خلينا نقول بالحاله المعيشيه انه بس لقوا يصير بينهم cleft lip and palate، بس لقوا فد شغله انه الاطفال with malnutrition احتمالية الكليفت ليب اند بلت تصير بهم أكثر من غيرهم. البيرث رانك تسلسل الأطفال اللي يصير، طبعا some investigators claims that incidence is more in the first born child. دائما الطفل اللي هو رقم واحد اللي هو ينولد بالبداية زين لقوا انه احتمالية الكليفت ليب اند انسيدنس عنده عالي. هسه نجي للإتيولوجي of cleft lip and palate. عندنا two main factors اللي هو أول شيء hereditary. Hereditary يعني it is genetic background. على genetic background مال الparents الأب الأب والأم. الكونجنتال اللي هو نقصد به ولادي، طبعا الكونجنتال هنا تدخل عندنا عدة factors. أول شيء infection مثل الروبيلا، الانفلونزا، توكسوبلازموسيس، الدراجز اللي هي المورفين، الانتي كانسر دراج، والكورتيزون. لقوا هاي يعني اذا اللي تاخذها يعني البرجنت ومن انه ممكن يسبب لي ليفت ليب اند بلت اللي هو الكورتيزون، الانتي كانسر دراج والمورفين. طبعا يعني ابحاث جديده انه حتى الفاليوم ممكن يسوي لنا ليفت ليب اند بلت. الفاكتور الثالث اللي هو الراديشن. راديشن ايش نقصد به؟ نقصد به انه راديشن يعني تعرض البريجننت وومن الى راديشن. طبعا يعني وهاي لازم يعني مرات انا اشوفها كنت بالمراكز التخصصيه، يعني مرات هي تجي بريجننت وومن زين ويحولونها بعض اطباء الاسنان يزونها على اكس راي. طبعا هي اكو يعني بالمناسبه هي اكو اصلا اكو فد مثل الصدريه تلبس الام مرات اذا يعني تعتبر كيس امرجنسي وانه انا مضطر انه اخذ لها اكس راي. اكو مثل الصدريه تلبسها، هاي الصدريه تمنعها من تمنع يعني الراديشن انه يوصل للبيبي. بس هي مشكله انه يعني اغلب اطبائنا ما مع الاسف يعني ما يطبقونها، او اصلا أو الاكس راي اصلا ما يجيبها. زين فدائما يعني تجنبوا انه تدزون اذا يعني ان شاء الله كلكم راح تفتحون باذن الله تتخرجون تفتحون عيادات. زين وراح تجيكم حالات كلش هوايه يعني البريجننت وومن اكو فد فقره انتم ما عارفين يعني ماخذينها سابقا بال يعني اكثر البريجننت وومن يعني اول شيء يصير عندها التهابات باللثه. زين الشغله الثانيه انه شكو سن بي كافيتيشن ياذيها خلال فتره الحمل. زين فتجيك اكيوت بالبايتس يعني
زين، خاصة احنا عادة يعني الدنتال مانجمنت مال البيلدينج فور مان. زين، اول شيء احنا نتجنب يعني يسمونه الروتين دنتال تريتمنت باول 3 شهور اللي هو الفيرست ترايمستر نتجنبه. ليش؟ طبعا هي الدراسات تقول انه ماكو اي ضرر بالموضوع، بس احنا قدر الامكان نتجنبه، لان هي هاي اللي هي الفيرست ترايمستر اللي هي اول 3 مانس انتراي وتران لايف اكثر المالفورميشن يصير بهاي الفتره، فقدر الامكان اتجنب النسيسري دنتال تريتمنت. زين، حتى الروتين دنتال تريتمنت اتجنبها. زين، الا بالحاله بس اللي هي السكند ترايمستر اللي هي بامكاني اشتغل به اي شيء اريد، عدا الكيسات اللي هي اصلا اللي هي تعتبر روتين دنتال تريتمنت اللي هي او مرات تدخل بجانب التجميل اللي هي مثلا البليتشنج او غيرها. زين، فمن تجيك مرات تحتاج تسوي اكس راي، فيا اما اصلا يعني اول اكس راي عنده هاي البدله اللي هي خاصه اللي هي تحمي الطفل من الراديشن، او اصلا انه اتجنب اصلا ما اسوي لها اكس راي. فاحد الاسباب اللي يسوي لك ليفت ليب ان بيت اللي هي الراديشن، وقلنا الراديشن منين يجي؟ لانه عرض البريجننت وومن الى مصدر اشعاع سواء اكس راي غيره، طبعا حتى الام ار اي سي تي سكان خاصه هذه المعروفات يعني الراديشن دوز مالتهم جدا عاليه، فاتجنب هاي الشغلات. زين، بعد منه اللي هو من ضمن الفاكتورز اللي هو بالكونجنتال اللي هو اكو عده دايتس. طبعا شافوا انه هو ديفيشنسي اوف رايبوفلافين او فوليك اسيد ممكن يسوي لي ليفت ليب ان بلت، ولهذا طبعا دائما البريجننت وومن يمشوها يعني شايفيها بال من راح تروحون ان شاء الله مراكز صحيه اوليه، راح زين اكو يصير فد كوميونيكيشن بينك وبين طبيبه النسائيه دائما يعني تدزها ان لل يجي كارت مال، يعني اول شيء كارت مال لقاحات مال حامل وكارت مال التغذيه مالتها مال الادويه اللي يعطوها اياها اكثر شيء. زين، اللي هي الفيتامينات فتره الحمل، فدائما يعطوهم فوليك اسيد حتى شنو يمنعون الانسيدنس مال الكليفت ليب انبلت. زين، طبعا من الاشياء اللي هي ممكن تسوي لك ليفت ليب انبلت اللي هي هايبر فيتامينوسيس اللي هي فيتامين اي، زياده فيتامين اي ممكن يسوي لي كليفت ليب انبلت. اذا قلنا الاسباب ممكن اللي تسوي لي كليفت ليب انبلت هي اما هيريديتري او كونجنتال. كونجنتال من ضمنها فور فاكتورز اللي هي يسوي لي اما انفكشن يا اما دراجز اما راديشن او ديفيشنسي بالدايت. زين، ممكن يسوي لي كليفت ليب اند بلت. لحد هنا طلاب اكو شيء ما مفهوم؟ اكو شيء عبر عليكم ما مفهوم؟ اذا ما اكو شيء تمام، فمن اجيب لك يعني بالامتحان الايتيولوجي مال كليفت ليب اند بلت بالضبط شلون موجوده هي عندك بالمحاضره، يا اما هيريديتري يا اما كونجنتال. الكونجنتال تدخل من ضمنها السبع فاكتورز اللي هي الانفكشن الدراج الراديشن والدايت. طبعا هاي امبريولوجيكال باك جراوند، انا اصلا حتى بالمحاضره ما كتبتها لي، انا اول شيء يعني بس مجرد يعني احكي لكم اياها بالبرزنتيشن، بس هي حتى بالمحاضره ما نزلت لان هي اغلبها امبريولوجي مر عليكم. زين، يعني شلون يتكون البلت؟ طبعا الماكسيلري بروسس جوين ذا لاترال والميديوم نيزل بروسس حتى تكون لنا الابر ليب. يعني الابر ليب منين يجي؟ اذا نقول لك الابر ليب منين شلون يتكون يصير بكليفت ليب، يقول انه فيلير اوف فيوجن اوف ماكسيلري بروسس ويا اللاترال والميديوم نيزل بروسس. طبعا هاي انتم ماخذينها اعتقد بالاورال هيستو. زين، فما طرقت لها. زين، بينما الكليفت باليت اللي هو الفيلر اوف فيوجن اوف باليتال شيلف ويا الفرونتونيزال بروسس. زين، فاذا يصير عندي فيلر بالفيوجن اوف ماكسيلر بروسس ويا النيزال والميديال نيزال بروسس راح يصير عندي كليفت ليب، بينما اذا يصير عندي فيلر اوف فيوجن الباليتال شيلفز ويا الفرونتونيزال بروسس راح يصير عندي شنو؟ كليفت باليت.
هاي بس مجرد يعني تذكير بيها، ما قلت لكم انا حتى بالمحاضرة انا كتبتها. زين اشوف هو الصور، هاي الليتر باتان شيرفز اللي هي الرايت والليفت الفيوجن مالتهم. زين يكون لي البلت، وطبعا شنو يصير فيوجن ويا من ويا الفرونت ونيزل بروسس. زين فاذا صار عندي فيلير بال هاي الماكسيلاري بروسس، شوفوها الرايت والليفت، اذا صار عندي فيلير بالفيوجن بتوين ماكسيلاري بروسس ويا اللاترال والميديال نيزل بروسس، راح يصير عندي ليفت ليب. اذا صار عندي فيلر اوف فيوجن اوف هاي اللاترال بالاتاين شيلز اللي هي الرايت والليفت ويا الفرونت نيزل بروسس، راح شنو؟ راح يصير عندي ليفت بالات. هسه نجي موضوع الكلاسيفيكيشن اوف كليفت ليب اند بلت. طبعا الكلاسيفيكيشن كل شويه تقريبا 6 أو 7 كلاسيفيكيشن، اعطيتكم بس 2 اللي هي اهم كلاسيفيكيشن اللي هي يعتمدون عليها، اللي هو يسموها فيو كلاسيفيكيشن 1931. مثل ما تشوفون بالصوره، هذا العالم قسم الكليفت ليب اند بلت الى 4 كلاس، اللي هو كلاس 1. كلاس 1 اللي هو كليفت اوف سوفت بلت يوفيولا، هاي اللي هو حرف اي. الكلاس 2 اللي هو كليفت اوف ذا سكندري بلت اب تو ذا انسايزف فورامن. زين الكلاس 3 اللي هو كومبليت يوني لاترال كليفت اوف ذا سوفت اند هارد بلت، والكلاس 4 اللي هو كومبليت باي لاترال كليفت اوف ذا سوفت اند هارد بلت. فاذا الفيو كلاسيفيكيشن طبعا ذني هنا اهم كلاسيفيكيشن، اللي هو اول شيء اللي هو الفيو كلاسيفيكيشن اللي هو قسمها الى 4 كلاسز، اللي هو كلاس 1 اللي هو قلنا كليفت اوف ذا سوفت بلت يوفيولا فقط، اللي هي تعتبر يعني اقل سيفيريتي. الكلاس 2 اللي هو كليفت اوف ذا سكندري بلت اب تو ذا انسايزف فورامن. السي اللي هو الكلاس 3 حسب الفيو كلاسيفيكيشن اللي هو يعتبر كومبليت يوني لاترال كليفت اوف ذا سوفت اند هارد بلت. اوكي كومبليت بس يوني لاترال. الثاني اللي هو اخر كلاس اللي هو الفور اللي هو حرف دي مثل ما تشوفوه بالصوره، اللي هو اول شيء يعتبر كومبليت باي لاترال كليفت اوف سوفت اند هارد بلت. فاذا يا اما كلاس 1 اللي هو قلنا بس السوفت بلت، زين الكلاس 2 اللي هو السوفت البرايمري والسكندري بلت اب تو ذا انسايز فرامن، الكلاس 3 اللي هو كومبليت يوني لاترال كليفت اوف سوفت اند هارد بلت، والكلاس 4 اللي هو كومبليت بس باي لاترال كليفت اوف ذا سوفت اند هارد بلت. هذا اول كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو كيرنون ستريب واي كلاسيفيكيشنز اللي هو 1971. هذا العالم قسمه على شكل حرف واي مثل ما تشوفون. طبعا هاي الارقام ايش تعني؟ اللي هي رقم 1 و4 معناها it means lips. اوكي 2 و5 الالفيولوس، 3 و6 البرايمري بلت، 7 و8 اللي هو الهارد بلت، والتسعة السوفت بلت. فيعني خلى الأرقام هسه هاي طبعا كأنما يعني تخيلوها أنتم الرايت والليفت. فالواحد والأربعة معناها لبس، إذا أكو عندك ليفت باللبس. الاثنين والخمسة إذا طبعا if the alveolus اللي هو الألفيولوس if it involves. 3 و6 اللي هو يقصد به البرايمري بلت. 7 و8 الهارد بلت، والتسعة اللي هو سوفت بلت. فهي عبارة طبعا ضمن الكلاسيفيكيشن جدا مهمة، زين اللي هي الأولى والثانية. يعني من أقول لك اعطيني الكلاسيفيكيشن زين مال الكيرنانز، هذا اللي هو واي كلاسيفيكيشن، ترسم لي الواي والأحرف وتكتب لي يعني الأحرف شنو يعني بها. يعني مثلا تكتب لي 1 و4 معناها اللبس، 2 و5 معناها الالفيولار ريج، زين 3 و6 معناها البرايمري بلت، 7 و8 نقصد بيها الهارد بلت، 9 سوفت بلت. ف
فبس ذني الكلاسيفيكيشن الاولى والثانيه اللي هي الموست كومن. هسه نجي للبروبلم اسوشيتد. دقيقه طلاب قبل لا اوصل هسه الكلاسيفيكيشن. اوكي احد عنده فت سؤال عليك يعني فت شغله ما افتهمها بذني الصور الاثنين الكلاسيفيكيشن الاثنين؟ تمام ماكو شيء كمل. اوكي ماكو مشكله تمام. هسه نجي للبروبلمز اسوشيتد وذ كليفت ليب اند بلت، او بعباره اخرى ايش راح نشوف زين الاكلوزال فيتشرز اوف كليفت ليب اند بلت. راح نشوف انه بنسوي اكزامينيشن للانترا اورالي واكسترا اورالي للبيشنز وذ كليفت ليب اند بلت. راح نشوف اول شيء راح نشوف سايكولوجيكال بروبلم، طبعا هاي جدا نعانيها احنا يعني كنت بالمركز التخصصي يعني وخاصه الام زين يعني في مشكله نفسيه جدا عندهم يعني خاصة إن يشوف طفلها. طبعا أكثر شيء يشوفوه يعني تعاني منه إذا تسأل الأم أنه عملية الفيدينج، بما أنه أكو كوميونيكيشن بين الأورال والنيزل كافيتي زين، فمن راح يعني ديورينج بريست فيدينج زين راح شنو راح طبعا الطفل يختنق. ليش؟ لأنه الملك وين راح يروح؟ راح يدخل من الأورال كافيتي للنيزل كافيتي ويطلع من خشمه زين. فاول مشكله راح تصير عنده اول شيء عنده مال نيوتريشن، لان الطفل ما يشبع زين الحليب مجرد يعني بس مجرد انه ياخذه وراح لان قلنا اكو فد كوميونيكيشن صاير طبعا حسب السيفيريتي مالتها زين. بس اغلب كيسات الكليفت ليب اند بلت اكو عندي فد كوميونيكيشن بين الاورال والنيزل كافيتي، فالحليب وين راح يروح؟ ما راح يروح من الاورال كافيتي للنيزل كافيتي، وراح الطفل اصلا يختنق وراح زين ما راح يستفاد. يصير عنده مال نيوتريشن الطفل 24 ساعه يظل يبكي زين، لان ما ماخذ كفايه من الحليب زين. فاكو عندي كوميونيكيشن، فهاي راح تسوي شويه سايكولوجيكال عفوا راح تسوي سايكولوجيكال بروبلم للبارنتس وخاصه المذرز زين. نيجي الدنتال بروبلم ايش راح نشوف؟ راح اول شيء يعني اغلب الاحيان مرات نشوف اكو فد كونجنتال ميسنج للتيث، طبعا بمنطقه الكليفت ليب اند بلت. اكو مرات نلقى فيوجن، مرات نلقى جيمينيشن حسب وضعيته زين، مرات نلقى روتيشن اوف ذا تيث بهاي المنطقه زين. فراح نشوف هواي دنتال بروبلمز اسوشيتد وذ كليفت ليب اند بلت. راح نلقى اكلوزال بروبلمز، لان اغلب الاحيان اكثر كيسات الكليفت ليب اند بلت راح نلقى عندنا بوسترال كروس بايت، راح يصير كولابس بالماكزيلا زين. طبعا حسب السيفيريتي اوف ذا كيس، اغلب كيسات الكليفت ليب اند بلت راح الاقي انه من اسوي انترا اورال اكزامينشن راح اشوف اكو عنده بوستيرير كروس بايت زين كولابس بالماكزيلا بشكل عام. استاتيك بروبلم مثل اللي تشوفون بالصوره يعني شيء طبيعي زين، يعني هو الاستاتيك بروبلم شيء طبيعي متاثر خاصه اذا عندك يعني مرات كليفت بلت يعني ما يبين، بس اذا كليفت ليب اسوشيتد كليفت بلت مثل اللي تشوفون يعني هسه هاي الصوره مع هذا الجهل الحباب شوف خطيه شلون عندك ليفت ليب زين، شيء طبيعي الاستاتيك مالته راح تتاذى. الفيدنج بروبلمز قلنا انه لان اكو عندي كوميونيكيشن بين الاورال والنيزل كافيتي، فاثناء الرضاعه الحليب كله راح يطلع من النوز مالته، فراح يصير عنده مال نيوتريشن. سبيتش بروبلمز لان اغلب نطق الحروف حيصير وين؟ بالبلت زين، فاكو الطفل يعني من يتقدم بالعمر اكو عنده في الديفيكولتي بالسبيتشنج، اكو بعض الحروف ما يقدر يلفظها. ليش؟ لان اغلب مخارج الحروف راح شنو؟ راح التانج يصير وين؟ بالبلد حتى ينطق الحرف بصوره صحيحه، فاكو عنده سبيتش بروبلم. فهاي اغلب الاكلوزال فيتشر اللي ممكن اشوفها انا اصلا وين؟ بالبيشنس هافينج كليفت ليب اند بلدز. نيجي شلون نسوي له مانجمنت؟ يعني عندي بيشنس عندك ليفت ليب اند بلت، شلون اسوي له مانجمنت؟ طبعا هم مقسميها الى ستيج 1 ستيج 2 وستيج 3. هسه نمر عليها مره سريعه. ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 زين. هاي الصوره طبعا اللي بالبدايه هاي شوفوا الجدول هذا معطيك كل ملخص الموضوع زين، يعني هذا بعطيك السيكونس اوف تريتمنت فور كليفت ليب اند بلت بيشنتس زين. هذا بالضبط يعني مختصر لك الموضوع كله، يعني هذا الحكي كله اللي مخليه انا مختصر لك اياه زين.
فالستيج 1 ايش راح نسوي بالستيج 1؟ الستيج 1 اللي هو ايش وقت تبدي المرحله الاولى؟ طبعا from birth to 2 years old. راح نسوي شغلتين اللي هي اول شيء يسمونها الفيدنج بليت زين، او يعني اكو فد اورثوبيديك ابلاينس اللي هي يسمونها سترابينج اوف ذا بري ماكسيلا زين. يا اول شيء نسوي فيدنج بليت او نسوي يسمونها اكو فد اورثوبيديك ابلاينس زين يسمونها سترابينج اوف ذا بري ماكسيلا. هاي طبعا شنو فائدتها؟ طبعا الفيدنج بليت شنو الادفانتج مالتها؟ اول شيء تمنع لنا تبريفنت كوميونيكيشن اوف ذا اورال اند نيزل كافيتي، وراح شنو تسوي لنا؟ تحسن لنا عمليه الفيدنج زين، لان راح تمنع الكوميونيكيشن بتوين. طبعا بالمناسبه ممكن احد يسال يقول شنو هو الفيدنج بليت؟ الفيدنج بليت هي بروستاتيك ديفايس، هي بروستاتيك ديفايس. شو نسوي يعني؟ يعني it's made from اما hot or cold acrylic زين. يعني يجينا البيشنت للعياده ناخذ له امبريشن، ممكن هسه احد يقول شلون ناخذ له امبريشن؟ يسوي له فد سبيشال تراي جدا صغيره، واكو اصلا يعني تريات خاصه تجي خاصه مال البيشنت، يعني عندك ليفت ليب اند بلت ياخذون له امبريشن بيها زين، وياخذون له امبريشن بيها وبعدين شنو يسووا له؟ يا اما بكولد كيور يا اما بهوت كيور اكريليك، ويخلون بها كلاسبات تشكل مرات على ادانه حتى شنو تساعد لنا بعمليه الريتنشن اوف ذا فيدنج بليت. فاللي يسعلي عليها هي بروستاتيك ديفايس زين، يصنعوها اما من الهوت او الكولد كيور اكريليك زين، يخلون بها كلاسبات تشكل زين على المرات، يخلونها عباره عن واير ويلزقوه بشريط على خد البيشنت، او مرات لا يخلوها كلاسبات تمتد تو ذا اير اوف ذا للفيتاس، وبعدين شنو زين يشكلوها حتى شنو تساعد لنا بالريتينشن. هاي شنو الادفانتج مالتها؟ اول شيء قلنا بريفنت الكوميونيكيشن اوف ذا اورال اند نيزل كافيتي، تحسن لنا الفيدنج بروسيس. بعد شنو؟ ات بريفنت ذا فورذر كولابس اوف ذا ماكسيلري ارش زين. بعد شو تسوي؟ ات بريفنت الانفكشن اوف ذا اير زين. فهاي الادفانتجز اوف ذا الفيدنج بليت. سترابينج مثل ما تشوفون هذا عباره عن شريط، هو يسووه من الطول للطول حتى شنو قدر الامكان يقللون، يعني فور استاتيك بروبلم، حتى شنو قدر الامكان يقللون السيفيريتي اوف ذا، يعني اول شيء يقربون السيجمنتس اللي هي هاي اللي صاير بها كليفت، يقربوها فورات شريط من جهه اليمين الى جهه اليسار، ويلزقونه حتى شنو يقللون السيفيريتي اوف ذا كليفت ليب اند بلت. هاي شوفوها الصورة اللي على اليسار، هاي اللي هي الفيدنج بليد، قلنا اما نسويها بوت كيور او كولد كيور اكريليك. الهدف منها انه شنو؟ مثل ما قلنا اول شيء تمنع لنا زين الكوميونيكيشن بتوين الاورال والنيزل كافيتي، راح تحسن لنا البليدنج، راح تمنع لنا الكولابس مال الماكسيلاري ارش زين، وتمنع لنا كذلك الانفكشن اوف ذا اير. تمام. طبعا هاي هذا السيكونس اللي هو يعني هذا يعطيك التريتمنت مال يعني هو ان جنرال اللي هو من اثنين، اول شيء من اثنين الى 4 weeks نسوي له ليب كلوزر او الانفنت اورثوبيديكس اللي هي من ضمنها الفيدنج بليت وهذا الستراب اللي نخليه. من يصير عمره من سنه الى سنه ونص نسوي باليت كلوزر، من يصير عمره 7 إلى 8 زين نسوي alignment of maxillary incisor، يعني الأورثودونت يعني the rule of orthodontic don't start until 7 to 8 years old. من يبلش عمره إلى 7 إلى 8 يبدي دور الأورثودونتيك يضل يشتغل له، يسوي alignment of maxillary incisor. طبعا قبله يعني خاصة مثل ما قلت لكم إذا حسب السيفيريتي of the case، مرات البيشنت إذا عنده كروس بايت فقبل لا يعني قبل عمر 7 إلى 8 سنوات ممكن اسوي له جهاز ريموفال ابلاينس انه يوسع لي الماكسيلاري ارش حتى شنو يقلل لي قدر الامكان الكروس بايت اللي عند البيشنت زين،
والستيبيليتي اوف ذا كولابس اوف ذا ماكسيلري ارش. فاستخدم قبل هيك عمر مرات استخدم جهاز ريموفال ابلاينس حتى شنو موجود عندكم بالمحاضره مذكور انه بالستيج 2 حتى شنو يقلل لي من السيفيريتي اوف ذا كروس بايت. من 7 إلى 9 سنوات نسوي له البيولر بون جرافت، خاصه اذا 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 يعني كل شيء اكو نستخدمه مرات بالبايلاترال كليفت، اذا عندي سيفير كليفت ليب اند بلت استخدم بون جرافت، لان المنطقه اصلا اللي البون اللي يسند الاسنان داير مداره اصلا كله ما موجود. يصير بالعمر ادوليسنس مرات نسوي له كومبرهنسيف اورثودونتيك تريتمنت ليب او نوز ريفيجن، وبالليت ادوليسنس شو نسوي له؟ نسوي له اورثوجناتيك سيرجري حسب الحاله، خاصه اللي عندهم يعني سيفيريتي او اللي عندهم اللي هو ماكزيلري مرات يسووا له اوستيوكومي. فانتم هاي في يعني عن هاي شغلات سيرجري زين. فاذا هسه اعاده الهم اللي هو من 2 إلى 4 أسابيع شو اسوي له؟ اسوي له ليب كلوجر زين، او استخدم له الانفنت اورثوبيدزك اللي هي سولفنا عليها اللي هي الفيدنج بليت وسترابينج اوف ابري ماكزيلا. من يصير عمره سنه الى سنه ونص نسوي كلوجر للبلت زين. من يصير عمره الى 7 إلى 8 نسوي الاينمنت اوف انسايزرز. من 7 إلى 9 سنوات نسوي له البيولار بون جرافت. من يوصل الى مرحله البلوغ نسوي له كومبرهنسيف اورثودونتيك تريتمنت. وبالليت ادولسنس مرات اكو عندي فيت سيفيريتي، اذا باقي عندي فيشل ديفورميتي اسوي اورثوجنافيك سيرجري. اذا قلنا هسه الستيج 1 تبدي فروم بيرث تو 2 ييرز اولد، شو نسوي بيها؟ نسوي فيدنج بليت وسترابينج اوف ذا بريماكسيلا. الستيج 2 اللي هي تبدي من عمر سنتين الى 6 سنوات، وهي اكثر ستيج زين يعني ممكن نشتغل بيها، مثل ما تشوفون هاي اللي سولفنا عليه زين. هذا البيشنت اللي عنده شوفوا شلون عنده كروس بايت زين، صاير هذا الماكزيلا على شكل حرف في، فنستخدم له هاي طبعا شوفوا هسه هذا اللي هو هذا فيكست ابلاينس، هذا شوفوا يعني هذا يسمونه دبليو ارش زين. دبليو ارش هذا شو يسوي لي اكسبانشن بالابر ارش، هذا مثبتي باندات شوفوا هنا مسوين سولدرنج للدبليو ارش على الباندات اللي هي رايت وليفت زين. وهذا شو يسوي على شكل يعني حرف دبليو، هذا شو يسوي اكسبانشن للارش حتى يمنع لنا او يقلل لنا من السيفيديتي اوف كروس بايت. هذا يسمونه كواد هيليكس، شوفوا هسه هو هنا مسوي له فيكس ابلاينس زائد كواد هيليكس. الكواد هيليكس هذا بالضبط نفس الافكت مال الدبليو ار دارت. الدبليو ارش راح شنو؟ راح يسوي لي تريتمنت الكروس بايت، راح يوسع لي الارش اللي قدام زين. فمرات دائما الكواد هيليكس شو وقت نستخدمه؟ الكواد هيليكس نستخدمه اثناء وجود الفيكست ابلاينس. شوفوا هذا هم نفس الشيء، هذا يسمونه لينجوال ارش، هذا يستخدموه هم بال اذا عندي بوسترال كروس بايت واريد اوسع الارش بالضبط استخدمه زين. الستيج 2 هي اكثر ستيج نسوي بيها شغل خاصه للبيشنت وذ كليفت ليب اند بلت زين. الستيج 3 اللي هي تبلش من 6 الى 12 ييرز، واللي هي ممكن نسوي بيها كومبرهنسيف اورثودونتيك تريتمنت حسب وضعيته، انه انا اصلا بالستيج 2 انه مسوي اكسبانشن للارش، فاجي بالستيج 3 راح شنو شو اسوي؟ راح اكمل اخلي فيكست ابلاينس، لان اغلب الاسنان البيرمننت راح عندي كامله بهيج عمر زين. راح ابلش انه الفيكست ابلاينس واسوي كومبرهنسيف اورثودونتيك تريتمنت. فهاي مرور سريع للستيجات، وقلت لكم هاي بالنسبه لهذا الجدول، هذا الجدول هو يعطيك فتشي مختصر شنو ممكن راح نسوي للبيشنتس وذ كليفت ليب اند بلت. طلاب هنا خلصنا المحاضره، اكو طالب عنده سؤال استفسار فتشي مفتهمه؟ يكتب لي بالشات اي شيء ما واضح حتى اعيد له اياه. تمام. طبعا باكر اللي عنده اكتيفيشن اللي يريد باكر ان شاء الله موجود
يعني الاثنين والثلاثاء دوام يعني موجود، فاللي عنده اللي عنده كيس اكتيفيشن، اللي عنده انسيرشن ان شاء الله موجود باكر زين وحاضر لاي استفسار او اي سؤال. هسه اكيد ما عندكم مشكله بيهم. طبعا هاي محاضره الباد سابت يعني حسب يعني يا اما نطيح حسب جدولكم وحسب جدول امتحاناتكم، اذا يعني الوقت ضيق فاحتمال اصلا ما انطيها، واذا لا عندكم مجال احتمال انطيكم اياها. ريفيو سريع لها الصور. ما عندكم سؤال؟ تمام، يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. يلا مع السلامه.